الإنسانية. ربنا سبحانه وتعالى اداني منها كتير، استجاب لدعايا ورزقني بمولود وسميته زكريا. ومهما العبد شكر ربه مش هيقدر يرد كرم المولى عليه، وعشان كده انا صممت واعوذ بالله من كلمه انا، قصدي اقول ان استخرت المولى عز وجل وصممت اني الغي الاتوات اللي الفتوات بيفرضوها عليكم. اكيد فرحت فاضل بابنه فكيتله في مول عقله. ازاي نغمض عينينا عن شريعه الله ونسيب الظالم يعيش على مال المظلوم؟ امال مين اللي هيدافع عن الحقيقه يا معلم فاضل؟ لو كل واحد من الفتوات دول كسر نبوته، كل واحد من اهل الحي هيبقى فتوة، محدش فيهم هيرفع نبوته الا على الظالم، واللي ما يقدرش يدافع عن ماله وعرضه ما يستحقش نعمة ربنا. العدل مش هينقام بينا الا اذا كل واحد فينا ضمن لقمة عيشه. لازم نشتغل، لازم كل واحد فينا يغمس لقمة عيشه بعرقه. واللي قبلنا قالوا ايه؟ اللي يشحت لقمته ضاعت عليه حريته. يا فاضل للطفل المسكين ده يتيتم على ايديك. يا ساتر يا رب، ليه عبد الدقيم بتفاول على ابني بالشكل ده؟ لسانك حصانك ان صنت صانك. زعلان يا عبد الدقيم اني وقفت جنب الفقراء والمساكين. ده حمل كبير ما يقدرش عليه الا الانبياء والمرسلين. عظمة الرسول عليه الصلاة والسلام انه كان نصير الفقراء والمساكين. هتصب عندنا النهارده ده ده احنا مسكين بلدة وضيع البيت عشان اهل الحاج. خمري ما اسمعش كلامي برضه ونفذ اللي في دماغه. لكن اطمنوا يا رجاله، من النهارده مصروفكم هيكون من جيبي. اتفضلوا دلوقتي كل واحد يروح بيته، سيبوني اشوف حل مع عباس وشطان. اتفضلوا. يا معلم بدران، لازم نلحق ونتصرف، ليه ابن اسوان هتلف علينا؟ بطل كلام الولايه ده وخلينا نشوف حل للمصيبه اللي احنا فيها. حل ايه يا معلم بعد اخوك ما اتغدى بينا قبل ما نتعشى بيه؟ تقدر تقول يا معلم هتاكل منين لما تكسر حكوتك؟ جايز المعلم بدران ضامن انه ياخد جرايته من ابوه فاضل. كم راجل ده هو، كل واحد يتكلم على قد توبه. انا عمري ما كسبت لقمتي الا بنبوتي. يبقى احنا يا اخوك على وش دنيا. طب سيبوني اكلمه، يمكن يراجع نفسه. يا معلم بدران الحكايه ما عادش فيها يا مرحميني، ويا روح ما بعدك روح، دم اخوك فاضل خلاص بقى حلال لينا. يلا بينا يا شطاري. استنوا، فاضل بقى اخويا انا ودمه حلال ليه قبل ما يبقى حلال ليكم؟ الصلاه يا مؤمنين الصلاه. حاج فاضل، الصلاه هتفوتنا. يلا يا حاج عشان ما تاخرش على الصلاه، خليك تدعي له بطوله العمر. بسم الله. هتضرب انت يا معلم ولا احنا نخلص عليه؟ Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على كامل النور. ادعيله ادعيله ان ربنا يحرسه زي ما حرس المصطفى من عداه، من معجزات النبي باب اليمام على الغار، من كان بنين النبي لم شعر جسمه بنار. شوية معانا يا كابتن، شوف لنا حاجة غير حكاية الأورنوس ده. خلينا نقلب رزقنا شوية سوا، أصل الحكاية اليومين دول نشفت قوي. إن شاء الله إن شاء الله تيجي مبسوط كتير قوي يا معلم. معلم؟ إيه معلم دي معلم؟ ده أنت المعلم ومنك نتعلم. اتفضل 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 اتفضل. السلامة للعروسة. يشهد؟ حد يستجري يقول جلد التلاتة كام على بنت بدران؟ كنت دبحته دبح. بلاش يا بصرة الدبح، حسن قلبي بينقبض. الحمد لله انك ما طلعتيش ولد، كنت طلعت واد خرع قوي. طب عليا النعمة، انا نجدع من 100 راجل. طب الواد الحلو النجدع عايز كام بقى؟ اللي يطلع من ذمتك حلو. 10 جنيه كويس. نعمة. يلا بينا يا صباح. يلا بينا على فين؟ مش استنوا الدكروري لما اشد لكم الكارته؟ ماشي ازاي يا بدران؟ خلينا نلحق السوق قبل ما يشطر. خدوا معاكم الدكروري، يمكن يحصل حاجه كده ولا كده، معاكم راجل يحميكوا برضه. انا في عرضك يابا، الجدع ده مستظرف روحه، هيفضل طول السكه يحكي لنا حكايات كذب وتقليد للي يغذينا دماغنا. خلاص بلاش. يلا
الله معلم تكون رسالتك على حل مع الواد الكونستابل الانجليزي. او خد المعلوم بتاعه وراح 60 داهيه. ولازمته ايه المعلومه معلم؟ ما دام مش هيخلينا نقلب حاجه من اورنوس. الحرب انتهت يا دكرور، والاورنوس قفل خلاص. اورنوس ايه؟ واخرتها ايه بقى يا معلم؟ الرجاله قاعدين بوز وشبرين ومعهمش فلوس. دوم يصبروا يا اخي، انا هجيب لهم فلوس منين بس؟ العالم اللي زي دي ما تعرفش يعني ايه الصبر يا معلم. ولو ما خدوش فلوس هيسيبونا ويهجوا عند المعلم الباوي زي ما بقيت تجار الحي راحوا هجوا عنده. معاك حق يا دكروري، الباوي كرشه كبر قوي على حسابنا. قرب قرب، خش عند الهلباوي واتفرج. قرب قرب، خش عند الهلباوي واتفرج. اطلع يا بتورش بنك. اسمع عم بكر، اسحب الكاريتا وديها لمستر السار علشان يصلح الدنك، بس قبل ما يشتغل تتفق معاه. حكم العالم دي طماعه وفاهمين تحت القبه شيخ، واحنا ما حسيناش غير الستر. ماشي يا معلم. ستر يا رب. بسرعه ده هات الشيشه لحسن دماغي متعكر حبتين. خير يا معلم؟ هيجي منين الخير والوكاله واقف حالها بالشكل ده؟ ده كلام برضه يا معلم، احنا واكلين السوق كله. ده الخواجه موسى مش ملاحق يقبض من الزباين. يا ساتر على عينك اللي تفرق الحجر، روح هات الشيشه. حاضر. باذن الله على بكره الكارته دي هتبقى اخر قليصه. تشكر يا اسطى. مع السلامه يا عم بكر. ايه؟ عرفت تتفق مع العالم الله والدل؟ ما انت عارف حكم القوي على الضعيف. لسه نصار، انت بالشكل ده بتضيع عرقنا. هو احنا اغنى من الهلباوي؟ يا ابني اللي عايز يعيش الايام دي لازم يطاطي. حنطاطي لمين ولا لمين بس؟ للهلباوي ولا للانجليز؟ انا بقى ما بتطيش الا اللي حرقني بس. ونعم بالله. ابعد عن الشر وغني له. بس نصار، اذا بعدت عن الشر، الشر هيجري وراك. لك يومي يا ظالم كانت دامت لمين لما حدم لك؟ شفت الفال بيقول ايه يا صرصار؟ ده راجل مخبول، حد ياخد على كلامه. اعطيني مما اعطاك الله. لك الملك يا صاحب الملك. خد يا حبيبي. تعز من تشاء وتذل من تشاء. انت فين اراضيك يا زكريا؟ انت فين اراضيك يا زكريا؟ لك الملك. الله، شايفة يا صباح القطيفة الحمراء المضلعة دي تجنن. لا يا اختي، الحتة الكريب جورجيتي احلى. حق يا صباح، لو ابوكي شافها عليا هيدبح روحه عليا. ده ما ابويا اندبح على ايديكي واللي كان يا حسنى. كاتك ايه يا صباح؟ اسمعي كلام يا ست حسنى وشيلي التوب حاله. الكريب جورجيت مش هينزل السوق تاني. مش لما نعرف الاول المتر بكام؟ ما يغلاش على الحبايب. ازيك يا حسنى؟ اهلا يا معلم هلباوي. مش تقولي ان الجايه كنا فرشنا الوكاله ورد. قدها وقدود يا معلم. وست البلد دي بقى تطلع بنت مين؟ بسم الله عليها صباح بنت جوزي. اذا كان بطلع عنده حته الالماس دي ابقى انا جنبه شحات. تكلميش ليها حلوه. هي كلمه ونص. المتر بكام يا معلم؟ هنغلط من اول يا جميل. دول تلات كلمات مش كلمه ونص. يا ست شيلي اللي يعجبك من الوكاله من غير ما تدفعي ولا مليم. وايه المناسبة تدفعلي تمن هدنتي؟ كنت ابويا ولا اخويا ولا جوزي؟ يسمع من بقك ربنا، هو انا بتيجي الساعة؟ ايه يا اختي تلاقيح الكتت دي؟ ما تيلا بيني يا حسنى، احسن معلم ابن حتتك واخد في روحه قلم. ما تتقمصيش كده، الكلام اخد وعطى يا بنت مدرار. ما حسنى قدامك اهي، اساليها ياما شالت بضاعة من الوكالة من غير ما تدفع ولا مليم. مش كل الطير اللي بتاكل لحمه يا معلم، انا بنت بدران ولحم مر. يلا بينا يا حسنى. كده يا راجل تفضحني قدام بنت جوزي؟ الله، مش كل شيء بتأمن يا حسنى. انت واقف مبلم كده ليه يا ابني؟ يا ابني رد عليا. بس
سيبني في حالي دلوقتي يا صنصار. ونعم بالله. هو في قدرة تعلى على قدرته؟ يلا بقى، عايزك تغير هدومك علشان النهاردة انا عاملة فتة للدراويش، انما ايه؟ هتاكل صوابعك وراها. يا ام كرامات، العالم دي هتفضلي تعلفي فيها لحد امتى؟ لا يا سعد، انا مش عايزك تغلط في حق الدراويش. دول ناس طيبين، زهدوا الدنيا عشان يعبدوا ربنا. يا ام كرامات، العمل عبادة والرسول وصانا على كده. عليه افضل الصلاة والسلام. مرة الرسول لاحظ ان واحد في الجامع قاعد ليل ونهار، فسأل واحد من الصحابة: الراجل ده بياكل منين؟ فرد الصحابي وقال له: اخوه هو اللي بيصرف عليه. عارف الرسول رد وقال ايه؟ قال: اخوه اكرم عند الله منه. يا كرامات، عرفت ليه انا صممت ان اشتغل واكسب لقمتي بعرق جبيني؟ خوفي عليك من الناس يا ابني هو اللي خلاني عايزك تقعد جنبي في التكية. ياما كرامات، دي جنة بلا ناس ما تنداس. يا حاجة. في حاجة يا زيدان؟ الخواجة موسى بيسأل عن أخ سعد. خليه متلقح لغاية لما أغير هدومي. حاضر يا أخ سعد. إن جيت للحق يا ابني، أنا بقيت بتشائم أما الراجل ده يحط رجله في التكية. طمني يا كرامات، أنا النبادي هقطع لك رجله خالص. شوف يا موسى، اذا كنت جاي تزيد وتعيد في الحكايه اللي كلمتني عليها. يا سعد يا ابني اهدى كده، ما تبقاش حمي، الكلام اخد وعطى. معاك يا موسى، مفيش عطى ابدا، انت دايما بتاخد. طب المره دي بقى مستعد ادفع اللي تقوله عليه. للدرجه دي بقت التكايه مهمه عندك قوي يا موسى؟ عظم جد اللي مدفون هنا ما يتنقلش بذهب العالم كله يا سعد يا ابني. اولا جدك محدش لغايه دلوقتي عارف الطريق بره، من يوم ما تاه في الصحراء، من الغلب اللي شافه على ايديكم. غلب؟ مين اللي قال فيه؟ احنا كلنا مهنيين، ده انت لو هديته الجدار البحري حتى اقول نايم اخر راحه. يبقى انت يا ابن الناس اللي عايز تهد مش عايز تبني. ليه يا موسى عايز تهد المحبه والسماحه اللي عاشوا فيها سكان التكيه طول عمرهم؟ ما انتوا كنتوا عايشين معانا هنا في امان الله. ايه اللي خلاكم تهربوا من هنا؟ احنا ما هدناش الا من الظلم اللي وقع علينا يا ست كرامات. بس قبل ما تهربوا يا موسى، سرقت ده التكيه كله. ابدأ ده حق انا. ازاي نشتري في بنا التكيه من غير ما ناخد وجبتنا؟ الحمد لله. اديك اعترفت بعظمة لسانك انكم خدتوا حقكم. ايوه بس لازم ننفذ وصية الجد دي ويتلم شملنا هنا تاني التكية، والا اللعنة هتتحقق ونفضل مشتتين في كل مكان. اللعنة دي هتفضل وراكم وراكم لحد يوم الدين، عشان عصيتوه وفضلت انكم تبقوا عبيد للذهب بدل ما تبقوا عبيد للرحمن. لا 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 لا، افترى ده كده، ده احنا ناس نعرف ربنا كويس قوي. طب هات واحد في الدنيا ما يكونش اتأذى على ايديكم يا موسى. يا سعد يا ابني، احنا ناس غلابة، احنا نقطة بحر والناس اللي حوالينا غلام، ما كناش نهبش فيه ويهبشوا فينا، ونفضل طول عمرنا مش لاقيين مطوى يلمنا. ما قد الله واسع يا اخي، اشمعنى التكايه اللي حطيتوا عليكم عليها بس؟ ما قلت لك يا سعد يا ابني، عظم جدي مدفون هنا. هترجع تاني تقول لي عظم جدك يا موسى؟ اولا ده ما كانش جدك لوحدك، ده كان جدي وجدك وجد العالم كله، ولو العالم كله فكروا زي ما انتوا بتفكروا كده، يبقى كل الناس تيجي تقعد هنا بالتكايه يا موسى. يعني خلاص يا ست كرامات،
انكتب عليا انحرم حتى من زياره عظم جدي. اعوذ بالله يا خواجه موسى، حد في يوم من الايام منعك انك تخش التكيه؟ ما هي التكيه طول عمرها على يدك مفتوحه لكل خلق الله. انا لازم اهد الجدار البحري لاجل ما اتاكد ان عظم جدي مدفون هنا. يعني عايز تقلب شمسون يا موسى وتهد التكيه علي وعليك؟ ساعتها بقى يبقى دفعنا الناس ثمن تعذيبهم لينا. انت ليه بتكره الناس فيك اكتر ما هم بيكرهوك؟ الناس مهما كرهتني هيفضلوا عبيد الذهب اللي عندي. انت يا ست كرامات مش معاكي حجه بتثبت ان التكيه دي بتاعتي؟ طبعا، وكل الناس تشهد بكده. بكره هتشوف ان كل الناس اللي بيكرهوني دول هيقفوا في صفي انا لما بطالب بحقي في التكيه دي. والحجه بتاعتي ابقي بالليها واشربي ميتها. تطول لسانه علينا وكمان ما بيدفعش المعلوم. انا كنت بدفع وانا ساكت زي الكلب، لكن اجيب لكم منين دلوقتي؟ بعدين الحته بهجوا على ايديكم. عجبك كلام الراجل المفتري ده؟ ولا انا حد مفتري غيرك يا دكروري. عيب يا صباح تقولي كلام زي ده على راجل من رجاله ابوك. والله عيب ان كل واحد فيكم زي الشحط وعايزين تعيشوا سفلقه على عرق الناس الغلابه دول. صباح ارجع البيت. يابا دول صفحوا الراجل الغلبان ده الكوته. قلت لك ارجع البيت. الله ربنا يحميك يا شبابك يا اميره بنت القمر. ما بدهاش بقى دكروري، عايزك تخطف رجلك للهلباوي وتقول ان انا عايز اقابله. كلامه معلمه ولا ده دماغ؟ خليها كلام الاول، ما سمعش الكلام وفتح مخه معانا يبقى ده دماغ على طول. او كده يا معلم، كان الرجاله بقى يجروا دمهم. ايوه كفايه بقى يا ابني فشفشت عظمي. شوية. انا ما رمش عظم غير المكسب الفلوس. ده انت ليك عندي حته شر وانما ايه؟ لقطه لقطه. هو بقى في حاجه لقطه؟ الناس تفتحت. ايوه بس ما شافوش اللي شفيته عليا. تعالى بجد. ايه رايك؟ نضحك على الوليه كرامات القرشين ونزحلقها هي وشويه الدراويش بتوعها نتكي. عاوز ربنا ينزل سخط علينا. التكيه دي مدفون فيها اكتر من ولي من اولياء الله الصالحين. ما انا كمان جدي مدفون في التكيه. جدك يا موسى صحيح انا شريكك، لكن انا وليت على الدنيا لا اعرف لك اهل ولا اصل. انا مش عارف انت عمال تزن على حكايه التكيه دي ليه من زمان. يا معلم هلباوي، انا هون عيني لما اموت اندفن جنب جدي. يعني ادفع الشيء الفلاني واقلب التكيه قرافه عشان انت يا موسى تندفن جنب جدك؟ ما شاء الله ما اتدفنت يا اخي. انا مستعد اخلي ذهب العالم كله يترمي تحت رجليك، بس تحط ايدك في ايدي يا معلم هلباوي. ذهب العالم كله يتحط تحت رجلي يا موسى؟ طب بلاش نلعب مع بعض لعبه القط والفار. انا عارف مخك ده مودع على فين. صحيح انا بعز الفلوس قوي، لكن ما اقدرش امد ايدي على التكيه، لا تشال ولا جرالي حاجه. ايه السر؟ طب ما هم الانجليزي يا اخويا حاطين ايديهم على التكيه، ما ينشالوش ليه؟ يا موسى ما تفتحش علينا ابواب جهنم، التكيه دي وقت ما ينفعش فيها لا بيع ولا شراء، والانجليز متعهدين بحمايتها. بلاش يا موسى نكب الجاز على النار، لحسن لو ولعناها احنا دلوقتي. يا عالم مين هيقدر يطفيها بعد كده؟ هو فين؟ مستنيك في البيت. شايف القماشه دي يا بدران هتاكل من جسمي حته ازاي؟ الحشو احلى يا حسني. جبت القماش ده منين؟ من وكاله الهلباوي. جرح عليك حاجه يا وليه؟ ازاي تجرب البنت على وكاله الهلباوي؟ وغلاوتك وغلاوتك انت يا بدران، انا ياما فطمتها وقلت لها بلاش نروح وكاله الهلباوي، لكن تعمل ايه في دماغ بنتك الناشفه؟ راسها والف سيف لازم تروح. لو كان الهلباوي خطفها زي ما انا خطفتك يا حسنى كان زمان دلوقتي بضرب دماغي في الحيط وبقول يا مجرمين الشفاعه. يا اخويا فضها سيره بقى، هو ما حدش خلف بيت غيرك تتجوزها وتفطرها، ولا عايزها تفضل قاعده جنبك كده زي البيت الوقت دي؟ بنته انا حر فيها، اجوزها بمزاجي وقت ما انا عايز. بس انا بقى زي الفريق ما احب الشريك. يا حسنى صباح دي بنتي الوحيده، انت ما تعرفيش معزتها عندي قد ايه.
وانا ماليش معز عندك يا بدران. انت مراتي حلالي. اهو كلام وفعلا ما فيش. اهلا وسهلا، عاش من شافك يا دكروري. كل شيء بقى وانا يا معلم هلباوي. الشاه هنبكى، مفيش داعي يا معلم، هما كلمتين اتنين ورد غطاهم. قبل ما تنطقهم انا عندي كمان كلمتين عشان اخلص ذمتي من ربنا. انا تحت امرك يا معلم. شوف يا ابن الناس، انا هنسى انك في يوم من الايام رفعت شومتك على رجالتي، بس عاوز اسالك سؤال وخصيبك النبي لا تجاوبني بصراحه. اؤمر يا معلم. انت مبسوط عند معلمك؟ اخر انبساط. مش عاوز تتبسط اكتر يا دكروري؟ قصدك ايه يا معلم؟ بصل بخمسه وبخمسه بصل هدفع لك قد اللي بيدفعه لك المعلم بدران مرتين. مش هتقدر يا معلم. ليه؟ هو بيدفع لك كام؟ هيدفع لي اللي محدش يقدر يدفعهولي. هيجوزني بنته. عندك حق يا دكروري، البت ما تتقلش بمال. ايه بقى سيدي الكلمتين اللي كنت عاوزني عشانهم؟ معلم بدران عايز يقابلك لاجل ما تاخدوا وتدوا في الكلام مع بعضيكم. تحب تقابله امتى وفين؟ يا ريت تقابلني بكره في الوكالة، لحسن قعدته وحشتني قوي. خلاص، مع الرسول الى البلاد. سلام عليكم. سلام. انت ازاي تخلي بدران ورجالته وحط رجليه في الوكالة؟ حكاية الفلوس انا بسمع كلامك يا موسى، اما الفتوانة دي بقى سيبها لي. فتوانة؟ تحب ارقص لك العنبر؟ ايه؟ عروسة الحلوة ما فطرتش معايا النهاردة ليه؟ اصل كان في ايدي هدمتين قلت اخلصهم. يعني هدمتين دول اهم من الفطار مع ابوكي؟ ما تقولش كده يابا، ده انت عندي بالدنيا كلها، بس لما شفت ام عزيزة قاعدة هي وعيالها عند الجامع صعب عليا قوي، قلت اعمل لهم جلابيتين. هو انا فاتحة تكية؟ ما تلمي ايدك شوية سبوحة بقى. بس يابا رجالتك هم السبب ان ولاد ام عزيزة اتيتموا. انت نسيت ان جوزها اتربص لي وكان عايز يقتلني؟ لو ده حصل كنت انت اللي اتيتمتي. يابا الظلم بيورث الكفر. يا حصلت يا صباح انك تقولي على ابوك انه ظالم؟ ده جزات ان انا ضيعت شبابي ما رضيتش اتجوز بعد مرحوم امك لغاية ما تكبري وتبقي عروسة؟ وانا يوماتي بشيل رقبتي على ايدي علشان مين؟ مش علشانك، عشان اسدتك واضمن مستقبلك؟ ما انت يابا حبيت تضمن مستقبل المرحوم امي، كانت النتيجة ايه؟ اندرحت على ايدين الناس اللي بيكرهوك. طب قومي اعملي لي فنجان قهوه عشان عايز اقول لك كلمتين تحطيهم حلقه في ودنك. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين يا معلم. امال فين عز وخليفه وابو السعود؟ راح يجيبوا بيت الرجاله يا معلم. طب ورايك؟ يا صباح يا بنتي، الفتوانه ما فيهاش يما ارحميني، يعني يا قاتل يا مقتول. ما تسيب الفتوانة يا، ما احنا عندنا اللي يكفينا والحمد لله. طيب على نياتك زي عمك المرحوم فاضل. انما في حد في الحته لما يقرا على روحه الفاتحه. بس يوم ما سابنا بوته اندبح هو ومراته. مش قادره اصدق لحد دلوقتي ان في ناس وحوش بالشكل ده. انت لما الشيطان بيركب دماغ واحد مننا يبقى العن من الشيطان نفسه. الليلة المشؤومة دي الدم كان بيجري بحور. كابوس ما صحتش منه الا على عياط زكريا ابن اخويا. ده كان لسه بيرضى، جالهم قلب يذبحوه ازاي؟ لا زكريا اتكتب له عمر جديد على ايد عبد الدايم لما حطه في الكاريتا. لكن ده كل اهل الحته بيقولوا ان زكريا ابن عم اتذبح مع ابوه وامه. لا يا صباح، الحقيقه ما يعرفهاش غير انا وعبد الدايم. الله، طب لما هو زكريا ابن عمي عايش راح فين؟ معرفش، اللي حصل ليلتها ان الحصان جري بالكاريتا بقدرة قادر، راح فين؟ الله اعلم. طب يابا لما هو زكريا ابن عمي عايش ما دورتش عليه ليه؟ انا ما دورتش عليه؟ ده انا يوميها قلبت عليه الدنيا هو عبد الدايم، لحد النهارده مش عارف لهم طريق جره. لكن اكيد يابا ربنا انتقم من الناس الظلمه دول. اشد انتقام يا بنتي، الشيطان انشل ومات، عباس انحرق في نهر المستوى، والتالت يا عالم ربنا حته منه سهل. انت بتعيط يابا؟
صحيح انا وعمك فاضل عمرنا ما اتفقنا مع بعض، لكن ده مهما كان اخويا، اخويا ابن امي وابويا. يا معلم بدران، رجالتك جاهزين وتحت امرك يا معلمه. جاي لك يا دكتوري. واخد رجالتك ورايح على فين يابا؟ لازم اوقف الهلباوي عند حد. يا مقصر الشر، مره صين ومره تخيل، وانت في رقبتك اتنين ولايه، ولو جرالك حاجه بعد الشر الناس هتقطعنا حتت ويرمونا للكلاب. محدش بيهرب من قضاء يا صباح يا بنتي. يابا استنى يابا. شقه من السوق يا معلم نصار. شقه ايه يا حاج مبروك؟ بيقول لك بدران في توت الجماليه جاي وجايب معاه رجالته لك لما يصفي حسابه مع الهلباوي. يبقى نقفل الورشه وناخدها من اصولها يا سعد. ما يدخلوا مع بعض. احنا مالنا ولو ولما الورشه تتكسر ولا تتنهب، نبقى نعمل ايه ساعتها؟ عليا النعمه من نعمه ربي، لو حد هوب منهم من ناحيه الورشه لا كنت هرقص لهم الكور. يا ابني دول فتوات ما احناش قدهم. يا عالم انتوا فاهمين البطلانة غلط. بطلانة ولا الهلباوي مش فتوات، دول بلطجيه. وبعدها لك يا سعد يا ابني. وصل الصار. الفتوانه عمرها ما كانت ان القوي يفتر على الضعيف ولا يسرق على الاجير. الفتوانه شهامه، قوه، جدعنه، واقف جنب المظلوم لاجل ما ننصره على الظالم. ما نخافش من الحق حتى لو كان على رقابينا. يا ابني كلامك الحلو ده انا سمعته من 30 سنه من بق الله يرحمه فاضل الجمال اخو بدران المفتري. وكانت النتيجه ايه؟ اتذبح فاضل ومراته بايدين بلطجيه لحد دلوقتي محدش عارف هم مين. بس ايه؟ بعد 30 سنه بتترحموا على روح فاضل الجمال، لكن يوم ما يجي اجل بدران ولا الهلباوي هتلعنوهم زي اي كلب وراح. انت مش هتقوم تقابل بدران على باب الوكاله؟ وقبله ليه يا موسى؟ هو اللي عاوزني مش انا اللي عاوزه. انا في عرضك، في عرضك يا معلم الهلباوي، احميني يا واد. انت من يوم ما حطيت رجلك هنا وانا اللي بحميك يا حنجل. بس بدران جاي النهارده عشان يقتلني. انت يا راجل انت مش ناقصني، خد اللي بتاعك دي يلا يا تمام يا حنجلك يلا. الهي حنجلكم انتوا الاثنين. ايه الحكايه؟ أوامر المعلم الباوي ومحدش يقابله غيرك يا معلم بدران. خليك مع الرجالة يا دكروري. أهلا أهلا بسيد الفتوات. يا أهلا أهلا أهلا. ولسلامك غلب كلامك، لفشفشت لحمك قبل عظامك. تفشفش مين يا بدران؟ إحنا خلاص عجزنا وراحت علينا. ما دام قريت الباوي بقى إن إحنا عجزنا، يبقى لازم نقعد سوا نتكلم كلمتين بالهداوة. الهداوة ما تنفعش هنا، عندي في البيت. لو في جهنم يا هلباوي برضه القعدة معاك تحلو. طب اقعد استريح، عمال الواد همبكة ما يشدلي الكريت. يا موسى كوباية على اسوس المعلم بدران عشان يهدى كده ويروق دمه. ربنا يهدي. ايه يا اخينا؟ معلم الباوي عاوز يركب الكريتة. طب مش ادفع ثمن تصليحها قبل ما اركبها؟ تصليح ايه يا اخينا؟ ثمن تصليح الكارته يا همبك، مش كفايه المعلم سايبكم تسترزقوا في الحته ولا ايه؟ خلاص يا سعد يا ابني، عوضنا على الله. طب قسما عظما بقى، الكارته دي ما هتتحرك من هنا الا ما يدفع ثمن تصليحها. ما دام الوسطى بتاعك بقى ما عرفش يربيك، يبقى انا اللي هعلمك الادب يا ابن كرامات. صالح تمد ايدك على رجالتي يا ابن كرامات. ياما كرامات ريحيني، انا ابن مين؟ انت ابني يا سعد. ما انا عارف انك انت اللي ربيتيني، لكن امي وابويا مين؟ ربنا وحده اللي يعلم يا ابني. يبقى الناس عندها حق لما بيقولوا عليا ابن حرام. اعوذ بالله من غضب الله. انت ابن حلال يا سعد، واهلك ناس طيبين. هتعرف منين اذا كنت ابن حلال ولا ابن حرام؟ يا ابني ربنا ما حدش شافه، لكن عرفوه بالعقل. تعال معايا يا سعد، تعال معايا.
وانت تشوف بعينيك اللي يريح بالك ويطمن قلبك. بص بعينك يا سعد، هي دي الكاربتة اللي لقيناك فيها يا ابني. صدقتني بقى لما قلتلك ان اهلك كانوا ناس اكابر. طب لما اهلي ناس اكابر ما سألوش عليا ليه؟ ما دوروش عليا ليه؟ يا ابني ما تظلمهمش، ارضى بالقسمة والنصيب. شفت ازاي يا سعد يا ابني؟ ضاعت منك راحة البال لما بعدت عننا وسبت التكية. اما كرامات، ما انا لازم اشتغل واكسب لقمتي بعرق جبيني. مش كفاية اتحكم عليا اني عشت طول عمري الناس تقول لي ابني كرامات؟ مستعر مني يا سعد ان انا بأمك؟ ما كانش ده عشمي فيك ابدا. يا ابني دي الام هي اللي ربت مش اللي ولدت. سامحيني يا ام كرامات، انا متأكد ان امي ما كانتش هتكون احن عليا منك. بس لما اتجوز هقول لاهلي اللي هتجوزها ايه؟ قول لهم انك ابن كرامات وانت راسك فوق فوق قوي في العلال يا سعد. احنا لو سخنا مش هنعرف ناخد وند في الكلام. عندك حق. اصحى فوق. انا تحت امرك يا بدران. ننسى اللي فات يا هلباوي، احنا ولاد النهارده. يبقى يا دار ما دخلك شر. ما تقدرش تنكر يا هلباوي ان كرشك ده كبر على حسابي انا. ليه؟ وانا لا سمح الله خطفت اللقمه من بقك؟ اكتر، خطفت التجار بتوعي كلهم. انت اللي طفشتهم، انا ما خطفتهمش. لو كنت انت عملت باصول الفتوانه وما فتحتش صدرك ليهم كانوا قعدوا متلقحين عندي ولا خرجوش من طوعي. التجار بتوعك يا بدران ما هجوش من عندك الا لما حاسس انك هتقلعهم هدومهم. يجيبوا لك فلوس منين عشان يدفعوا لك الاتاوه بتاعتك؟ انا ما غلطتش لما فتحت لهم صدري، نعمة ربنا بعتها، أرفضها؟ حلال عليك يا عم، بس اللي ياكل وحده يزور. أنا عايز حقي ناشف. حق إيه يا بدران؟ يعني الإتاوة اللي كانوا بيدفعوها للتجار، أنت اللي هتدفعها لي يا هلباوي. جنن الكلام اللي لا يودي ولا يجيب. يا بدران عاوز أقول لك نصيحة تحطها حالها في ودنك. الفتوانة يا صاحبي ما بقتش تجيب همها. أمال إيه اللي بيجيب همه يا شبندر التجار؟ قبل ما اشتغل في التجارة يا بدران كنت زيك كده، ترى الله في برسيم. شوية القوة اللي كان بيديهمني ربنا كنت لازم بيهم مفترع على مخاليق الله، لحد ما الحظ دحرج الخواجة موسى في سكتي. ساعتها بقى يا صاحبي اكتشفت ان التجارة ممكن تخليك اكبر في الدولة في العالم من غير ما تمد ايدك على حد. انت بتحلم يا هلباوي، مفيش بني ادم بيدفع الا والنبوت فوق نفوخه. بس في النهايه هيفلس وتبقى انت لا طولت الابيض ولا اسود. لكن لو وردته وشيلته بضاعه يسترزق منها ساعتها هيبقى خدام تحت رجليك وتقدر تجوعه وقت ما انت عاوز.
يعني المفتشر كده انت عايزني اكسر نبوتي وابقى تاجر على اخر الزمن؟ لا سمح الله يا صاحبي، نبوتك هيفضل سليم زي ما هو، مش هيترفع الا على كل تاجر يقف ينافسني في السوق. بضحك عليه يا بدران، بضحك على قله ادبك وطوله لسانك يا الباوي. بقى انا بدران الجمال عايزني اشتغل في توه عندك انت؟ وهدفع لك اللي انت عاوزه انت ورجالتك. نبوتي طول ما هو سليم هيفضل راسمالي وهاكل بيه الشهد. هتفضل طول عمرك عايش بمخ نمله وجسم بخل. غلطت يا الباوي، غلطت. هدفعك التمن غالي قوي. فاكروني على ليله دندشه كريمه. مين فيها اللي دفع الثمن غالي يا بدران؟ انا ولا انت؟ دول بقى على وش الملح اللي بينا؟ لا كنت خليت حنوتيه في البلد يسترزقوا الليل. ارموني ورجعت بره خلوهم يحصلوه. ادي واحد اتنين. ايه ده يا نصار؟ قنبله التوصيله. عاوز اجيبك من سنه نفيسه لحد هنا وتدفع نكره؟ امال عاوز ندفع تعريفه؟ طب قول 3 مليم. ليه؟ ما كنت ركبت سوارس وقعدت وحطيت رجل على رجل واتجعصت بدل المخمضه والشحطاطه اللي انا فيها دي؟ لسه نصار هتدبر عليه بقى بريزه، يعني اكل حمار بيتكلف اكتر من اكلي. طب ما هو لازم اكل الحمار يتكلف اكتر من اكلك. هو مين اللي بيشقى فيكم؟ مين الاهم؟ انت ولا الحمار؟ يا باي طيفة المكرية والحمارين دول بقوا طنبعين قوي. خد المليمة اهو. يلا على السلامة. على السلامة. انت ربنا يتوب علينا منكم ويجيبوا لنا عربيات وترمبلات ونقعد كده زي الخواجات. انت بعد فين يا فتش؟ ده قال انه راح مشوار وراجع. الاسبوع اللي فات قدام الدكان هنا ولسه ما دبلتش. يوماتي على الله كنت برميها وبدعي ربنا ما اشوف صاحبتها تاني. طب اديك شفت صاحبتها، عايز منها ايه؟ تقول انها وهبت لي الورده دي عشان تبقى حلالي. ما دام رعيتها وما دبلتش تبقى حلالك. يا سعد، سعد اليتيم اقبلها مني يا سعد من غير ما اعرف اسم صاحبتها. ما تبقاش طماح. Thank you.
هتفضل سارح كده في ملكوت الله لحد امتى؟ سيبني في حالي دلوقتي يا صنصار، ما تفوقنيش من الحلم اللي انا فيه. اسيبك ازاي؟ دي لقمة العيش ما بتتاكلش بالاحلام. وايه قيمة لقمة العيش من غير ما نغمسها بالحب؟ ما البهايم بتلاقي لقمتها. باين عليك وقعت يا ابو السعد. ولا حد سمى عليا. ومين دي اللي شغلتك كده؟ مش عارف اقول لك يا صنصار. اول ما عينيا شافتها عقلي شت وطار. استر يا رب. وشها كان زي البدر المنور في ليلة تمامه. واسمها ايه اللي تواليتك بالشكل ده؟ ما رضيتش تقول لي على اسمها. طب ما عرفتش هي ساكنه فين؟ يا ريتني ما كنت عرفت. تصور الملاك ده يطلع في النهايه بنت الشيطان بدران. مش هتقوم تاكلك لقمه يا بدران؟ مين له نفسي ياكل يا حسنى؟ ده انا عامله لك شوربه كوارع هترم عظمك. ما انا قلت لك ان الهلباوي لحمه مر ومش هتقدر تقضي فيه. ده ابن حتتي بقى وانا عارفاه. هتشوف يا حسنى ابن حتتك ده انا هعمل فيه ايه؟ اطلعي 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 اتغدي انت. صباح صباح من ساعة ما رجعت من السوق وهي قافلة اوضتها عليها. ليه؟ زعلتها في حاجة؟ انا وزعلها ليه؟ انت اللي مزعلها وكسر بخاطرها. معقولة؟ انا ما عنديش اغلى من صباح في الدنيا. يا بدران كبر مخك، انا لما كنت في سنها كنت مدوبة تلات رجالة. ربنا يستر ما تدوبيش الرابع ورا اخر. بعد الشر عليك، ربنا يديك طول العمر يا سيد الرجالة. ايه رايك يا حسنى لو جوزنا صباح للدكوري؟ ابن حلال اسمه كان لسه على لساني، وبالشكل ده تبقى ضمنت انه ما يخرجش عن طوعك. عندك حق يا حسنى، انا اعتمادي كله دلوقتي على الدكوري. انا خلاص ما بقتش استحمل ضربة النبوت. قلت ايه يا ام كرامات؟ قول قولك يا سعد يا ابني. انا مين عيني افرحك واطمن عليك قبل ما اقابل رب كريم؟ ده انت ربنا هيديك طولة العمر لحد ما تربي احفادك زي ما ربيت ابوهم. شايفك مش مبسوطة لحكاية جوازي دي يا أم كرامات. أنا كل اللي يهمني في الدنيا سعادتك. بس بس إيه؟ قلبي مش مستريح لجوازك من البناية دي. لو شفتيها يا أم كرامات قلبك هيتفتح لها طوالي. دي ملاك. جايز تكون هي ملاك، لكن أبوها شيطان مفتري ما يعرفش ربنا. ما أخبيش عليك يا أم كرامات، قلبي انقبض لما عرفت إنها بنت بدران. لكن لما فكرت في جمالها ورقتها سألت روحي، ليه يا سعد تاخد البنت بذنب ابوها؟ يبقى آن الأوان أوفي النادر اللي عليا. نادر إيه؟ الكاريتا اللي لقيناك فيها، مش هتركبها إلا يوم فرحك. عروستي الحلوة سرحانة في ايه؟ في الدنيا. مش انا دوام بقى نفرح بيك يا صباح. الله يجازيك يا ابا، توك ما افتكرت. ده انا اللي من دوري اتجوزه وخلفه تلات اربع عيال. لا لا، انا بتكلم جد، انا عايز اجوزك وافرح بيكي بقى. وتفتكر في حد هيتجرأ يابا وهيجي يطلبني منك؟ ايه يا صباح؟ وانا بخاف للدرجة دي؟ طب ايه رأيك بقى ان في ناس كتير يتمنوا ضفر رجلك؟ بس انا عاوز انقيلك الراجل اللي يستاهلك يكون على مزاجي. الجواز اسمه نصيب يابا. نصيبك انا اخترته خلاص. انا هجوزك الدكروري. الدكروري؟ يا نهار اسود ونايل، عايز تجوزني الدكروري يابا؟ ماله الدكروري؟ راجل مخدع يخش اي حي يقتله لوحده. وبعدين ده دراعي اليمين. ده لو دراعك اليمين انا اول واحده الله تقطعه. كان انت يا بنت تكلمي ابوك بالطريقه دي؟ يابا مش معقول تجوزني الراجل المفتري ده، ده عايش على عرق الغلابه. حصلت انك تهيني ابوكي ورجالته؟ انت تستاهلي الدم. اذبحني موتني، بس مش هتجوز الدكروري. هتتجوزيه ورجلك فوق رقبتك كده؟ طب والله ده وانا في روحي وتقدم رقبتك. ده موتك حب على ايديا انا. حصل ايه؟ تعال شوف بعينيك، تعال شوف بعينيك، تعال شوف بعينيك، تعال شوف بعينيك.
البضاعة انسرقت وهيبتنا راحت في السوق. انت غلطت غلطة عمرك وما خلصتش على بدران ورجالته لما كانوا في ايدينا زي الفراخ. ده انا هطلع لك الجوزة. انا اسمع الله. اتفضل معايا يا كابتن انا هفهمك كل حاجة. اتفضل. وعامل لي امبكر انت طلعت فاستكا فاستكونا. براو عليك يا دكروري براو عليك يا رجاله كده نبقى خدنا بطرنا من الهلباوي وحطينا مناخيره في الارض. يا دكروري نص بتاعت الهلباوي حلال للرجاله. شوف يا كابتن انا مش عاوز منك غير حاجه واحده، لا تبقى معايا ولا مع بدران. حلو الكلام؟ حلو مان. سلام. مع السلامة. شوف يا موسى أنا المرة دي حاسمع كلامك وهدبح لك بدران بسكينة باردة. اللي بحبه يا حسنى. يا صباح يا صباح، ده لما ابوكي خطفني وكتب كتابه عليا كنت عايزه ادب سكينه في كرشه، لكن بقى نهار الصباحيه وسط تراب رجليه. يا حسنى فهميني، انا خلاص قلبي ما بقاش ملكي. يا خوفي لا تكوني اتنيلتي وحبيتي يا صباح. ايوه اتنيلت وحبيت. وامتى اللي حصل؟ الاسبوع. انت هويتي الدهوله دي كلها؟ اكيد الجدع ده يا شبشبلك يا سحارلك. من يوم ما شفته قلبي مبطلش دق وعينيا ما شافتش النور. حسيت يا حسن اني اتولدت من اول وجديد وان كل حاجه حواليا حلوه. واسمه ايه بقى اللي شقلب كيانك بالشكل ده؟ سعد. سعد اليتيم. يتيم يا ضمايا. امال يا اختي لو ما كانش يتيم كان عمل فيكي ايه؟ شفتي بقى يا حسن ابويا حكم عليا بالموت عايز يجوزني زكروت. طب والعمل يا صباح؟ ابوكي مصمم ان زفتك تبقى ليله الخميس الجاي. ليله الخميس مش هتبقى فيه زفه، هتبقى فيه جنازه. يا مصيبتي يا مصيبتي، انا هاخدها من قصرها يا بنت الناس واروح البس هدومي، ولما نروح البيت هنشوف حل مع ابوكي. ان الله حق وجاي طالب الصلح يا دكروري. خلاص يجي بقى هنا زي الكلب ويدفع الذي منه. تحب تقابله امتى يا معلمة؟ يا ريت قبل زفتك على صباح يا دكروري، اصلا انا نفسي اعمل لك فرح ما حصلش. المعلم بدران موجود؟ ايوه موجود، اتفضلوا. يا اهلا يا اهلا يا اهلا.
اهلا وسهلا للراجل الجدع. اهلا وسهلا. اهلا. لهم اعملوا شاي ذكروني. تفضلوا 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 تفضلوا. يا سلام، اما شفتك بتتخانق مع رجاله الهلباوي فكرتني بشبابي. ربنا يحرسهولك يا حاجه ويخلي لك بنتك ويبارك لك فيها. احنا صحيح جايين من غير ميعاد لكن طمعانين في كرمك يا معلم. تأمري يا حاجة أموري. طب مش قبل ما ناخد وندي في الكلام تعرف الاول احنا مين يا معلم؟ اكيد ناس طيبين والجواب يتقري من عنوانك. ده بس من اصلك الطيب يا معلم. انا كرامات طب وزادة. صاحبة تجيب طب وزادة يا 300 مرحبا. احنا بيتنا تبارك النهاردة. أموري أموري يا حاجة. سعد ابني طالب القرب منك يا معلم. عملها للباوي ابن الكلب. براوة عليك يا زوبة. انا لولا خدتها بنفس الحنطور كانت هتلم علينا الدنيا وتودينا في داهية. الف براوة عليك. كل ما اقولك حاجة تقولي براوة عليك. ما تشخشخ جيبك اموال يا معلم. ما تتكسف على دمك وتدي الولية عرقة. الله انا مستني اوامرك يا معلم. اتفضلي اسبقيني على الاوضة يا استاذ زوبة. عينيا. عشان اديلك حقي. انت صحيح لقيت تكتب كتابك على بنت بدران الليله؟ ما كنت بخطفها عشان ابحلق فيها ولا اتجوزها؟ البنت دي مش قاصر، ولو قالت المأذون انها مش عايزه تتجوزك لا يمكن هيكتب كتابك عليها ابدا. فتح مخك معايا وابج المأذون لازم منه. انا يا موسى ده انت اللي اخترعت الرشوه في البلد. انا مش عارف انت مصمم على الجوازه دي ليه؟ ما تاخد مزاجك منه واسيبها تروح لحالها. يا موسى دي بنت بدران الفتوة، لا هي زوبة ولا حسنة. لما تبقى سبت الجواز في جيبي محدش من فتوات البلد يستجرى يرفع عينه فيا. هو صحيح انت شريكي وحبيبي واخويا بس عمري ما شفت حد في وساختك. المأذون تحت مستني يكتب كتابك يا جميل. يا معلم كل شيء بالخناق الا الجواز بالاتفاق. خلاص نتفق. قولي لي على كل طلباتك وانا انفذها لك فورا. انت مش اصيل وعندك مروه؟ طبعا. طب ما تعمل باصلك وترجعني لابويا. انا اسر يا بنت. بقول لك المأذون تحت عشان يكتب كتابنا. شفت بقى انك طلعت ما عندكش اصل؟ الله 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 عقلك كده وحط عقلك في راسك. انا عاوزك تبقى حلال يا صبوحه. عمري ما هبقى حلالك. يبقى انت بقى عاوزه تسدي باب الحلال في وشي. في شارع مين يا راجل انت الواحده تتجوز غصب عنها؟ في شارع الهلباوي يا حلوه. صحيح ان اختشوا ماتوا. يا راجل اتلم ده انت من دور ابويا. وماله؟ اديني في الحتايه. اخفى عليك راجل نجم. انت ما تجيبش اللي كنت عارفه مني انت الحلال؟ بالعكس قول لي من الاول. لو قربت مني تاني اخلص عليك. هتروحي مني فين يا بنت بدران؟ رجالتك جاهزين يا معلمة. مستعدين ينزلوا على حي الهلباوي ويجيبوا عليه وطين. لا لا ما تشعللهاش يا دكروري. حياة بنتي أهم من أي حاجة في الدنيا. يعني هنقعد كده زي الولاية نتفرج على الهلباوي؟ اعقل يا دكروري. الهلباوي خلاص حط السكين على رقبتي. مش هقدر أقول له تلت التلاتة كام. عين العقل اللي عملته ده يا معلم بدران. خليك جنبي يا سعد. اعتبرني دراعك اليمين يا معلم. يمي
يهمل ولا يهمل. كانت مثل مين يا ابن ادم لما حدم لك؟ كانت مثل مين يا ابن ادم لما حدم لك؟ انت فين اراضيك يا زكريا؟ انت فين اراضيك يا زكريا؟ اعطيني مما اعطاك الله يا معلم. اعطيه مما اعطاك الله يا موسى. عينيا الاثنين. هات انت يا اخويا مما اعطاك الله. اهلا يا حسن. لا اهلا بقى ولا سهلا. ايه اللي قدمته ده يا راجل؟ خدت فطار يا حسن. خدت فطارك ولا وسخت اسمك في السوق يا هلباوي؟ اتخمها تاجر ما يستجريش يجيب اسمي على لسانه. يبقى ما سمعتش اللي بيقولوا عليك يا فالح. بيقولوا ايه؟ ان ديلك نجس ومفتري وما تعرفش ربنا. انهي ابن هرمه بيقول عليا كده؟ كل تجار السوق. ولا انت نايم على ودانك يا هلباوي؟ تفتكر اي ست هترضى تحط رجلها في الوكاله بعد عملتك المهببه دي؟ حاجه فاهمين يا حسنى انك هزيت طولك وجيت لحد هنا عشان خايفه على سمعتي. سمعتك؟ سمعتك يا اخويا ما هي اتنيلت ب60 نيله واللي كان. انا كل اللي يهمنا ان نخلص من بنت بدران بدل ما هي قاعده لي في البيت زي العمل الراضي. صباح مش راجعه بنت ابوها، انا خلاص هتجوزها. ما دام نويت تسترها في الحلال يبقى تفتح مخك معايا وتسمع اللي محدش يعرفه غيري. بدران حط واطي خلاص وسايباها في البيت بيعيط زي الولايه. لو كان قدم السبت كان لقى الحد قدامه. فاضل وقت مستعد يقدم الاثنين والتلات والاربع كمان. معناته ايه الكلام ده يا حسن؟ عايزك ترحمه وتخليه يحضر كتب كتاب بنته. وانا ايه اللي كبرني على كده؟ اسمعني بس، ما هو انت لما هتراضي بدران وتخليه يحضر كتب كتاب بنته هترحمه من فضيحه في وسط فتوات البلد. ساعتها هيشيلها لك جميله وهيبقى خاتم في صباعك. ولا انتوا عايزين تفضلوا طول عمركم تاكلوا في بعض بالشكل ده؟ والله يا حسنى كلامك عشش في نفوخي. بس ايه؟ بس البنت معصلجه ومش نافع معاها الذوق. ما هي لازم تعصلك ما دام فضحتها وفضحت ابوها بالشكل ده. لكن لما تعرف ان ابوها موافق على جوازها وهيحضر كتب كتابها هتحط وقت طوالي. طب ما تكسبي فيا ثواب يا حسنى وتروحي لها البيت وتلاقيني دماغها بكلامك الحلو ده. كل شيء بتمنه يا هلباوي. امور يا حسنى. انت فاكر بيت القلعه اللي كنت مقعدني فيه قبل ما اتجوز بدران؟ ودي حاجه تتنسي. خلاص بقى ما دام لسه فاكر اكتب البيت باسمي يا هلباوي. تشربي يا الاسوس يا حسنى. طيب يبقى بين البيع والشراء افتح الله. طب ما تتقمصيش حرام كده يا موسى. ايوه امر يا معلم. بيت القلعه تكتبه باسم حسنى. بيت القلعه؟ البيت ده انت بعتهولي. خلاص رجعت في كلام. نعم رجعت في كلامك. عمرك يا معلم. وبكره الصبح رجلي على رجلك وحجه البيت لازم تبقى في ايدي. السلام عليكم. روح يا شيخه ربنا ما يحكمك على يتامى. مديك يا موسى نزلت في البنت ما تطلعش من بيتك. جرى ايه يا معلم بدران؟ حمراء ولا ايه؟ مش انت اللي صممت ان قعدة جوازي تعمل هنا مش في بيت الباوي؟ يلا يا معلم بدران استقبل الزفه. خلي الناس تعرف ان بنتك اتجوزت برضاك مش غصب عنك. أهو قلت المعلم الباوي. الباوي شابندر التجار. التجار الراجل المجدع. المجدع اللي ما تطلعش منه العيب ابدا. ألف مبروك يا معلم الباوي. عبالك يا سعد. تسمح تقبل هديتي بمناسبة جوازك؟ الزولة دي متطعمة بالفضة ما يشيلهاش إلا المعلمين الجدعان أوي اللي زيك. مقبول يا سعد. يلا رجالة موسيقى
رجاله انتم ازاي تسيبوا ابن كرامات ينفد من ايديكم؟ يا معلم احنا قلبنا عليه الدنيا ما عرفناش طريق جره. قول ماشي. انا شايف انك ما تنزلش السوق قبل ما تاخد بطارك من ابن كرامات. يعني اقعد في البيت زي الولايه؟ ولو شافوك التجار وانت مدشدش بالشكل ده هيبتك هتضيع في السوق. مسير يقع في ايد ابن اللئيمه ونستنى لينا ما يقع في ايدينا. ما نطلع له التكيه ونجيب عليها وطيها ونجرجره من رقبته لحد هنا. يا موسى ما تفتحش علينا ابواب جهنم. الانجليز اكيد حاطين عينيهم علينا خصوصا بعد اللي حصل لك. الانجليز يحط عينيهم عليك انت اه، لكن علي انا؟ لا. ليه؟ على راس ابو كريشة؟ لا، على راسه فرخه. اسمعني بس، واحنا بنعمل لنا محضر الصلح في الكراكون، انا قدمت كونستابل الانجليزي اللازم منه، وهو مستعد يغمض علينا لو احنا هاجمنا التكيه. مش عارف اقول لك ايه يا موسى، عين في الجنه وعين في النار. شكرا لك يا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا صباح، أكيد انكتب الأمر الجديد على إيديكي. ده أنا لما شفت دمك مغرق إيديا كان هيغمى عليا، وأبويا الله يستره هو اللي طلع الرصاصة من كتفك. يعني دلوقتي أشكرك ولا أشكر أبوكي؟ أشكر ربنا اللي نجاك وأمك بالسلامة. بس في حاجات أهم من نجاتي لازم أشكر ربنا عليها. هو في حاجة أهم من نجاتك يا سعد؟ أنت يا صباح. حسنى كانت قالت لي إنك جيت مع الست والدتك لأجل ما تطلبوا إيدي من أبويا. حصل يا صباح. وأبويا كان رأيه إيه؟ قبل أبوك ما ينطق بكلمة دخلت علينا حسنى وراحت راقعة بالصوت الحياني. يا لهوتي صباح الخبر. ومش هتكلم ابويا تاني؟ ما اقدرش يا صباح اطلب ايدك منه تاني. ليه يا سعد؟ بعدين افهم اني بطالب بتمن نجاتك من الهلباوي. الف سلامه ليك يا شهم يا مجدع اللي خليت رقبتنا في العلالي. ازي صحتك دلوقتي؟ بوم، انا عمري ما هنسى انك كتب لي عمر جديد على ايدك يا معلم بدران. وانا كمان يا سعد يا ابني عمري ما هنسى انك رجعت لي كرامتي وهبتي بين الناس. اصلك انت ما تعرفش معزه صباح بنتي عندي قد ايه. ما نحرمش منك يابا. روحي بقى يا صبوحه اعملي له 20 بيضه في السمن البلدي على كام فطيره مشلتته كده خليه ياكل ويتغذى. 20 بيضه يا معلم بس؟ ده انا افطس لك قلتهم. تفطس ايه يا راجل انت؟ ده انا وانا في سنك كنت بظلط 30 بيضه واربع وراهم كوسه من بلدي كمان.
ربنا يديم عليك الصح، بس لو بتعزني خليهم خمس بيضات. خمسة؟ خمسة ده ايه؟ خلاص بقى يابا، خليهم خمسة تاني العدو. صباح. نعم يابا. قولي لي يا سبوحة. نعم. هو أنت كنت تعرفي سعد ده قبل كده؟ أبقى كدابة يابا لو قلت لك إني ما شفتوش قبل كده. أنا شفته مرة في السوق. طب اسمعي يا سبوحة. نعم. أنت عارفة معزتك عندي قد إيه؟ ونفسي قبل ما أموت أتجوزك راجل يحميكي ويحافظ عليكي. والنبي يابا بلاش سيرة الجواز دي، أحسن بتزعل مني وهتضربني. لا 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 لا، المرة دي ما فيناش من زعل. اسمعي يا ستي. نعم. افرضي تقدم لك راجلين، الدكروري وسعد. تفضلي مين فيهم؟ الدكروري ده إيه؟ طبعًا أختار سعد يابا. يا سلام، الدرجة دي بتكرهي الدكروري؟ يابا ما ينكرش الجميل، ده ابن الحرام. وما تنساش إن سعد هو اللي نجاني من الهلباوي، وهو اللي ردنا كرامتك قدام الناس كلها، صح يابا؟ واخينا ده هيفضل متلقح هنا لحد امتى؟ لقح؟ طب اقعد يا دكروري اقعد، ما تبقاش قليل الاصل. قراني. ايوه معلم. هات واحد ينسون خليه يروق دمه. جدع كان هيضيع روحه عشان ينجي بنتي. مش الواجب برضه الرعيه لغايه ما يخف؟ وبعد ما يخف يا معلم تبقى خالتي وخالتك وتفرقت الخلاف. بس يا معلم يوم ما جه سعد مع الكرامات كانوا جايين عايزين يطلبوا عيد صباح منك. ورا ورا الحيطه انت بكلمه ولا بالراي خالص. بس انا يهمني بقى دلوقتي اعرف رايك بالظبط. انا شايف وقت في كلامك لماده وطوله لسان. يا معلم بدران انا ما بحبش حد يستلطخني. يعني انت مصمم تعرف رايي يا دكروري؟ ايوه يا معلم، عشان اعرف راسي من رجليا. خلاص صباح مش من نصيبك كده. يعني رجعت في كلامك يا معلمه. البنت مش طايقه تبص في خلقتك، مستغنساك يا اخي. الله، هو الجواز بالعافيه؟ كتر خيرك يا معلم، ربنا يقدرنا على رد جمايلك. الحمد لله وقعت في يمين الطلاق اللي حلف عليا جوزي وخلصت الاكل كله. يا ستي هو انت كنت مش عايز تخلص الاكل كله؟ ما انا قدامك يا ست حسنى مش قادره اتنفس. انا هقوم اعمل لك كوبايه شاي بنعناع تهدم الزلط. اشكر على كل حال. ابوكي باين عليه دماغه ناشفه يا صباح. صحيح ابويا دماغه ناشفه زي الحديد، بس قلبه ابيض زي الحليب. ده هيطير بيك من الفرح يا سعد. يا بركه الدعاء الوالدين. اكيد امك وابوك بيحبك قوي يا سعد. انا لا عمري شفت ابويا ولا امي يا صباح. الله، امال مين الست اللي جت معاك وانت بتطلب ايدي؟ دي امك كرامات اللي ربطني. انا لازم اطلع ابتكيه عشان اطمنها، احسن تليها قلقانه دلوقتي عليا. مش لما تاخد عقد نافع مع ابويا؟ انت مش قلت يا صباح انه هيطير بيا من الفرح؟ اي أيوة والله. انا قدمت السبت يا صباح. وانا بقدم الحد يا سعد يا ابني. الف مبروك عليكم يا اولاد، الف مبروك. الشاي. شاي ايه يا حسنى؟ بلي شربات. خلاص صباح بقت من نصيب سعد. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك. انت فين اراضيك يا زكريا؟ يمهل ولا يهمل، انت فين اراضيك؟ وديته زكريا فين؟ زكريا مين يا معلم؟ اللي بقى لي 30 سنة بدور عليه. زكريا مين يا جدع مخبول أنت؟ أنا مش هسيبكم إلا ما تقولي لي وديته زكريا فين؟ إيه على حاجة تقطع الهدوم؟ هو اللي هقطع في بعيدك كده ما قلتش وديته زكريا فين؟ أنت فين يا زكريا؟ حضوني زكريا. إيه ده إيه ده إيه ده يا حنجر يا حبيبي؟ إيه ده وفهمني إيه حكاية زكريا ده؟ ايه اللي حصل يا ابو كرامات؟ رجاله الهلباوي اللي ما يعرفوش حرمه ولا دين هجموا على التكيه حرقوها. لازم عمله الخنيس موسى. احنا جايين نقيس في حماك يا معلم بدران. ست كرامات انت ورجالتك على راسي من فوق. انت كنت بتحببوا هنا محمد مجانين. ذكر الله وذكر الله يمنعكم انكم تقفوا قدام الظالم. احنا متعودين طول عمرنا ان الانجليز هم اللي يحمونا ويحموا التكيه. يا عالم فوق بقى، هم الانجليز هيحموكم ليه؟
بتحب الحق ولا امك؟ اللهم ثبت ايماننا، اللهم انصرنا على القوم الظالمين. حرم يا ست كرامات. جمعا ان شاء الله. تعالي يا بنتي اقعدي جنبي. سبحان الله، سبحان من خلق فصور. ده بس من ذوقك يا ست كرامات. ما تعرفيش يا بنتي انا قلبي انشرح قد ايه لما عرفت ان ابوكي وافق من جوازك من سعد ابني. ده انا قلبي انشرح قوي لما شفتك واطمنت ان حماتي ست طيبه. لا ده انا مش هبقى حماتك، ده انت هتبقي بنتي تمام زي سعد موهبني. بس يا خساره، مش هقدر اوفي النذر اللي عليا. نذر ايه؟ كاركتة سعد اللي لقيته فيها كنت نادرة اني ما يركبهاش الا ليلة فرحه. هو سعد لحد دلوقتي ما عرفش مين اهله؟ اكيد اهله ناس طيبين. اللي ضحى بروحه علشان ينجيني من الهلباوي ضروري يكون ابن اصول يا ست كرامات. هو الواد العكروت ده ما ورانيش وشه لحد دلوقتي ليه؟ من ساعة ما شاف البهدلة اللي حصلت لك انت والدراويش ركب دماغه وصمم انه ياخد بطاره من موسى والهلباوي. تطلع تتعشى معانا يا ابني؟ ومين اللي نفسه يا معلم؟ مع سعد بس، انا عايزك تروق كده وتسمع. لحد امتى بس يا معلم مدران؟ لحد ما موسى ما يلم قرايبه من كل حته وياخدوا التكيه؟ لا، كل افتوات البلد وانا اولهم، مش ممكن نرضى ابدا ان الراجل ده يحط رجليه نكسه في التكيه. ما تاخذنيش في دي الكلمه يا معلم مدران. فتوات البلد كل واحد فيهم عاوز يذبح التاني. هيتفقوا ازاي ويقف في وش الهلباوي وموسى؟ معاك حق. اذا ما فيش قدامنا غير المحاكم، نرفع قضيه وناخد التكيه تاني من موسى. تبقى العالم دي هتعيش طول عمرها مشرده بالشكل ده؟ معقول يا معلم بدران؟ المحكمه اللي كلها خواجات هتقف في صفنا ضد موسى؟ يا ابني انت حيرتني. انت ناوي على ايه بالظبط؟ التكيه مش هيرجعها غير اصحابها. ايه؟ الدراويش دول؟ صاحب الحق هو الوحيد اللي يقدر يرجع حقه. يا ابني دول دراويش ناس بتوع ربنا، يعني مالهمش في الضرب والخناق والحاجات دي. قسما عظما، اذا ما كانش كل واحد فيهم ياخد حقه بلبوته ما هيطول في فوته تعيش. فانت عايز تذبحهم تاني على قديم موسى بقى؟ الذبح اكرم لهم من انهم يعيشوا بالشكل ده. يا معلم بدران، الحق اللي من غير قوه تحميه زي اليتيم اللي من غير اب ولا ام. يعني بدران ادالك الزومبا اللي هي هيجوز البنت الواد سعد؟ يا معلم الباقي ولا تعايرني ولا عايرك، ما دام الامن طايلني وطايلك. في دي عندك حق. النهارده يا معلم نبوتي ده مش هيترفع الا على عدوينك. بس تاخد لي الطار من بدران. مش طارك لوحدك يا دكروري، طار انا كمان. بس الصبر ما عادش منه فايده يا معلم. ده فرح الواد سعد على بنت بدران ليله الخميس الجاي. الفرح ده هيتقلب ميتم بفضل محاسنكم. يا موسى انت بيع كلام وبس، لكن فعل مفيش. طب وغلاوتك عندي لخلي بدران يلطو على حدوده زي الولايه؟ يا موسى ده عازم في توات البلد كلها، لا ممكن ابدا نقدر نقلب الفرح لميتم. طب روق بس كده واسمعني. روق احنا هنروح نغني ونبارك بقلوب صافيه من غير ما حد فينا هيرفع نبوته. ناقص تقول لي خد بدران بالحضن. لا، اللي هياخد بدران بالحضن عزرائيل. بعد الوقت سعد ما يجيب اجل قدام المعازيم. ايه الفزوره دي؟ هي فعلا كانت فزوره بالنسبه لي. لحد دلوقتي حنجل ما شاف الكاريتا اللي انا خدتها من تكيه كرامات راح صارخ وقال وديته الواد زكريا فين؟ وايه الجديد في كده؟ ما الواد من يوم ما حط رجله في الخن وهو عمال يهبل يقول كده. لما زكريا ده يطلع ابن فاضل الجمال اخو بدران يبقى الحكايه عايزه تفكير يا سيد المعلمين. حد يصدق واد احمد زي ده؟ طب عشان خاطر انا تعالى اسمع الحكايه من الواد حنجل، هتعرف ان احنا اللي كنا قبل مش هو. مار اهدى يا حبيبي، اهدى وريح العضمتين. ده هو اللي هناخد بطاري وطار كل واحد ظلمه بطران. طب احكي للمعلم هلباوي اللي انت حكيتولي وهو هيجيب لك زكريا الطوالي. ما انا بقالي 30 سنه بحكي محدش صدقني ليه؟
انت فين اراضيك يا زكريا؟ واسترقيتك من كل عين ريتك وما صليتش على النبي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا يا معلم. اتفضل. اهلا. اهلا وسهلا. اتفضل يا معلم. اتفضل. سلام مربع المعلم ابو كف فتوت بولاه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ربنا يا بنتي يتمم لكم بخير ويرزقكم بالخلف الصالح. ايه؟ معلم الباوي عايزه. معلم الباوي؟ فين؟ في اوضه المسافرين. اهلا اهلا ابو العروسه. حصلت تدخل بيتي غير اذني؟ البيوت لها حرمه يا هرباوي. يا بدران لازم نفوسنا تهدى في ليله زي دي. صدقني يا صاحبي انا خلاص امنت ان صباح بقت من نصيب سعد. لكن انا ما عزمتكش يا هرباوي عشان تيجي فرح بنتي. انا حبيت اعمل بالاصول واقدم للعريس هديتي. هديه؟ هديه ايه دي؟ الكاريتا اللي على الباب. انت ما شفتهاش يا بدران؟ شفتها وكان عندي واحده زيها زمان. الحمد لله. يبقى اللي قالوا لي انها بتاعتك ما كتبوش علي. بتاعتي؟ مين اللي قال لك انها بتاعتي؟ راجل اهبل كده اسمه حنجل ويعرفك كويس قوي يا بدران. انا ما اعرفش حد بالاسم ده. مش جايز اما تشوفه تعرفه؟ هاتوه. بدايم لوجه الله معلم بدران. انت ايه اللي جابك هنا يا مجرم؟ لازم ابرر ذمتي قدام زكريا ابن اخوك فاضل وافهمه اني بريء من دم ابوه وامه. زكريا اللي اتيتم على ايديكم هو عمره لسه اسبوع يا معلم بدران. انت فين يا زكريا علشان تاخد مطاري وطار ابوك وطار امك؟ ده انا اللي هاخد طاري منك. فين زكريا ابن اخويا؟ انت فين زكريا؟ كان في الكريبت. انا اللي حطيته بايديا دول والحصان خاف من النار وهج.
ما عرفتش راح فين. كذاب كذاب. الله يسلمك يا مريم بدران. حد ياخد على كلام ولد مخبول زي ده؟ طلعوه بره. لازم اعرف المجرم ده زكريا ابن اخويا راح فين. اهدى بس يا بدران، انا الوحيد اللي يعرف زكريا ابن اخوك راح فين. صحيح يا اخواتي، صدق المثل اللي بيقول ابني على كتفي واروح ادور عليه، هتقعد تقول لي حكم وامثال يا كلباوي. فين زكريا؟ بالهداوه يا صاحبي بالهداوه. انت من شويه قريت بعظمه لسانك ان الكارته اللي بره دي كان عندك زيها من 30 سنه. ايوه اهي الكارته دي بقى يا صاحبي اللي قالك على الواد حنجل. جمح الحصان وصلت لغايه كرامات، لقيت الواد زكريا، خدته ربيته سميته سعد. سعد؟ سعد مين؟ سعد جوز بنتي؟ مستحيل مستحيل الحكايه دي بتخش مخي. ابدا ابدا. على العموم كرامات موجوده في الفرح وحنجل اهو. ايه عايز تفهمني ان سعد يبقى زكريا ابن اخوك يا بدران؟ اسمع نصيحتي يا بدران، وتعالى نكفي على الخبر مجور، واعتبر سرك في بير، بدل ما واد حنجل يهلفط بالكلام في ليله زي دي. لطفك يا رب يا رب لطفك. معقول زكريا اللي بدور عليه بقالي 30 سنه يطلع هو سعد جوز بنتي؟ يا راجل يا راجل، بوس ايدك وش وطق واحمد ربنا اللي لم شملكم على بعض. ده الواد هيطير من الفرح لما يعرف انك انت عمه وجوزته بنتك. اعذرني يا هلباوي اذا كنت يعني شديت عليك في الكلام شويه. انا كنت فاهم انك انت جاي نام على شر. اعوذ بالله. شر ايه بليله فرح زي دي؟ انا بس مستني الجدع اقول له مبروك وامشي على طول. كلام ايه ده يا هلباوي؟ انت وقفتك جنبي لله دي بالدنيا كلها. ربنا يقدرني وارد لك الجميل ده. يا ريت تردهولي لله دي يا بدران ونبقى خالصين. انت تؤمر يا هلباوي. صباح لازم تبقى من نصيبي. نصيبك؟ نصيبك ازاي؟ اكيد انت بتهزر يا هلباوي. انا بتكلم جد يا بدران. صباح لازم تبقى مراتي. مراتك ازاي؟ ازاي؟ بعد ما اتكتب كتاب على ابن عمها. الارمله بعد 90 يوم بيجوز لها الجواز يا بدران. ما ده سعد لو اتقتل صباح هتبقى معقوله؟ معقوله سيبك تقتل ابن اخويا؟ اللي قتل الاب والام يقتل الابن بالمره، ولا عاوز بنتك تتيتم على ايديك؟ لو سعد عرف انك انت اللي قتلت ابوه وامه هياخد بطاره منك يا بدران. انت مش بني ادم، ما عندكش اي رحمه. يعني انت كنت رحمتني يوم ما خالد فضحت الجلاجل قدام فتوات البلد وخطبت بنتك ومزفتي عليها؟ دي بنتي يا هلباوي، ازاي كنت عاوز نسيبك تخطفها وتتجوزها غصب عني؟ شفت ازاي يا بدران ان الدنيا ما عادتش تسعنا احنا الاثنين؟ لازم واحد منا يزيح التاني من سكته. ما تيجي يا معلم بدران تدخل المعازيم احسن الزفه ابتدت. اه بركه فيك يا محروس، دخله انت اول مره. حياتك في الباب وراك لغايه ما اخلص كلام مع المعلم الباوي. معلم الباوي، انت من شويه قلت واحد مننا لازم يزيح التاني من سكته. أنا مستعد أسافر. أهج. ما تشوفش وشي تاني أبداً. بس ما تكسرش قد بنتي في ليلة زي دي. في عرضك يا هلباوي. في عرضك. ما
تفهمنيش. عيب اللي بتعمله في روحك ده يا بدران. انت مهما كانت الحال في توة لازم راسك تبقى لفوق فوق في العلالي وما تطيش لحد ابدا. على كل حال انا هعمل باصلي واسيب بنتك تتهنى بجوازها لسعد ابن عمها، بس بشرط امر. امر الباوي تطلع للعالم اللي بره دول وتحمد ربنا وتشكره وتقول لهم ان ربنا لطف بيك ولم الشبل ابن اخوك فاضل على بنتك لاجل ما اتجوزه. انا هشكر ربنا ليل ونهار. بس يا صاحبي ربنا مش هيقبل منك الشكر ده ابدا. عارف ليه؟ لازم تخلص ذمتك قدام الناس اللي بره دول وتقول لهم انك انت اللي قتلت فاضل اخوك ومراته. استني ايه؟ ما تروح تقول لهم انك انت اللي قتلت اخوك فاضل ومراته. انت عايز بنتي تنشن وهي في الكوشه؟ حرام اللي انت بتعمله ده يا الباوي. ده لو ربنا عذبني يا اخي ما يعذبنيش بالشكل ده. في الحاله دي يا صاحبي مفيش قدامك غير طريقه واحده، انك تقتل سعد. اقتله ليه سعد؟ ذنبه ايه؟ مش كفايه ان انا حرمته من ابوه ومن امه؟ انا مش ممكن اقتل تاني يا الباوي، مش ممكن. انا بقالي 30 سنه تعبان، ساعات اقوم من النوم وانا بصرخ من النار اللي عايده في جسمي. ايوه يا الباوي، قتل الاخ مش سهل زي ما انت فاهم، ده عذاب ما يعرفوش الا اللي ايده غرقت في الدم زي. لا حول الله، ما دام يا صاحبي قلبك ضعيف ورهيف بالشكل ده انا هريحك من قتل ابن اخوك. الدكرور جاهز وتحت امرنا. مستحيل حد يمد ايده على ابن اخويا وانا على وش الدنيا. حيرتني معاك يا بدران. اقتل سعد مش راضي، اطلع للناس واعترف لهم بذنبك مش راضي، الدكرور يخلصك من سعد برضه مش راضي. في الحاله دي انا هطلع للناس واقول لهم الحقيقه. استنى، اذا حاولت يا هلباوي يبقى انا انت دكروري. يبقى انا حل. اوعى كبير الفتوات. كبير الفتوات. انا انت انا انت العروسه. اه العروسه. اه الف مره الف مره. العريس لا. ايه يا ده عايز يبوظ الفرح. انا بقول العريس لا. معلم ابو كاف، انا راجل صاحب حق وحق انت اللي هترجعهولي. مش هعرفه الاول عشان ارجعهولك يا دكروري؟ معلم بدران لاحظ كلمته معايا وما رضاش يجوزني بنته. صحيح الكلام ده يا معلم بدران؟ حصل. يبقى في الحاله دي اخد حقي بدراعي. وريني هتاخد حقك بدراعك ازاي يا دكتوري؟ سعد يا معلم ابو كف، انت هتقعد حكم بيني وبين الدكتوري. ما بدهاش بقى يا معلمين. هتاخد حقك بيا يا دكتوري. بالنبوت يا معلم. وانت يا سعد برضه بالنبوت. We'll be right back.
تاني مرة ينكتب لي عمر جديد على ايديك يا معلم بدران. ما هو لازم يسدد الدين اللي في رقبته لك يا عريس. ولا ايه يا بدران؟ هتتكلم يا بدران ولا اتكلم انا؟ وسع خدت اهو. وسع 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 بابا وسع بابا وسع بابا وسع موت. يا جماعة فرحتنا الليلة دي مش هتتم إلا لو عملت بنصيحة أخويا وصاحبي معلم الباوي عشان أخلص ضميري قدامكم وقدام ربنا. من 30 سنة شفت العدل والحق على دين أخويا فاضل الله يرحمه، لكن من يوم أنا ما بقيت فتوة عليكم ما شفتوش غير الظلم والافتراء. لكن خلاص اطمنوا، العد والحق هيرجع لكم على دين زكريا ابن اخويا فاضل اللي شايفينه ده مش سعد اليتيم، ده زكريا ابن المرحوم فاضل اخويا. زكريا اللي ربنا نجاه من السفاحين اللي قتل ابوه وامه عشان ياخد بطر. معلم هلباوي كان جاي النهاردة مخصوص عشان يقول لكم مين اللي قتل أخويا فاضل. أنا هقول لكم مين. كانوا ثلاثة انعدمت الرحمة من قلوبهم، لكن ربنا دفعهم الثمن غالي. الشيطان انشل وعباس انحرق في نار المستوقد، والثالث ربنا ما رضيش يرحمه خلاه يعيش طول عمره في عذاب. خد بطارك، خد بطارك. من مين؟ من عمك اللي قتل ابوك وامك. مستني ايه؟ خلص عليا. Thank you.